مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم من مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم من مصر، خدوا بالكوا نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم، والنهاردة في فقرة فوتوغرافيا بيسعدنا ان احنا نلتقي مع المصور الفوتوغرافي المصري خالد ابو الذهب، صاحب اول جائزة دولية لمصر في مجال التصوير الفوتوغرافي. اهلا بحضرتك. صباح الخير. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بحاتم. ازيك استاذ خالد؟ يعني حضرتك اقمت العديد من المعارض الدولية، ويمكن اخرها كان في ايطاليا، وعملت ورك شوبس ومحاضرات كتيرة. لكن قبل ما اتكلم على الحاجات دي، انا بس هممني جدا ان احنا نبتدي حاجة نربطها بالفقرة اللي قبل كده، بما اننا بنتكلم على السياحة. بالزبط. فكورسات تنشيط السياحة عن طريق التصوير الفوتوغرافي لازم نتوقف عندها جامد جدا. بالزبط. الجملة دي. بالزبط. طبعا انا كنت شايف كمان الفقرة اللي قبليكم مع دكتور عمرو، بصراحة تحمست جدا ان ده هيزود الفكرة اللي احنا عاملينها. هو ببساطة كأي واحد بيحب البلد دي ومصري بيحاول يستخدم شغله عشان يطلع منه احسن حاجة للناس وللبلد، فكرنا ليه ما نعملش مرج بين التصوير والاماكن السياحيه، فنعمل ورش عمل بهدف تنشيط الاماكن السياحيه بتاعتنا، في نفس الوقت تخدم هدف التصوير. في ناس مننا كتير قوي ما يعرفوش اماكن في مصر في بلدنا، واماكن حلوه جدا بيروحوا يمكن الاماكن المشهوره بس. ففكره بقى دكتور عمرو بالمحميات الطبيعيه، اوعدكم ان احنا نفصل برنامج مخصوص، يعني هنقول ايه ل 15 او 10 محميات من ال 30. واكيد موضوع الطيور ده بعد اسبوعين لازم ان شاء الله هكون في الفيوم، وانتوا تيجوا معانا بقى ان شاء الله باذن الله. طيب استاذ خالد، ممكن حضرتك تكلمنا على الصوره اللي حضرتك اخذت بيها جائزه دوليه لمصر؟ اوكي. هو كان عده صور، ومعلش صح حاجه بسيطه اذا سمحت لي، هي مش اول جائزه. هو في جوائز عالميه كتير لناس تانية، بس هي كانت اخر حاجه، كانت صوره الهروب. دي مش صورة منهم. اخر حاجة كانت صورة البيبان اسمها افتحوا الابواب. دي كانت في لندن، لندن بينالي، ودي كان هدفها ان الناس كلها تفتح ابواب مساعدة لبعض. وكان بقول من خلالها برضو في نوعين من المساعدة، تفتح باب تلاقي حيطة سد، تفتح باب تلاقي حيطة بيضة او باب يعني مفتوح، زي الناس اللي بيوعدوك بديمقراطية ويخشوا يموتوا اهل البيت ويخطفوا الارض والكلام ده. دي الابواب اللي هي ابواب خداعه في المساعده، انما يعني في الابواب الحقيقيه اللي هي المساعده اللي ممكن نعملها من اول مستوى ده لغايه مستوى ان احنا ممكن نسمع لبعض. صح. ممكن ده يكون مساعده ليكي او كده. طبعا. دي كانت فازت المركز الاول في التصوير، والثالث في الفنون الرقميه، يعني دي كانت في لندن بينالي 2015. وحضرتك دايما بتهتم ان الصوره يبقى وراها معنى، مش بس كده بورتري حلو وخلاص؟ لا، حتى البورتري لازم يبقى وراه معنى. يعني لازم في تطلعي بحاجه من الصوره او تاثر فيكي. دي البيبان. دول 100 باب متجمعين في باب واحد، وكانوا معمولين بشكل كولاج ومفتوحين وكده، ودي اللي فازت. دي اخر صوره. اوكي. طيب نرجع تاني للصور والمعاني اللي وراها. انا بتكلم ده ليه؟ لانه كتير جدا من المصريين دلوقتي بقى عندهم هوايه التصوير. طبعا. ففي ناس بتصور من اجل التصوير فقط لا غير، بتبقى يعني سوبرفيشال قوي، او يعني صوره سطحيه. الناس كلها اكيد بتفضل الصور اللي عندها عمق او معنى او ليها فكره وراها، او حاجه تخدم بالزبط. هدف معين. بالزبط. بتقول حاجه يعني. هو بس الموضوع بسيط قوي، قبل ما تمسك الكاميرا اسال نفسك سؤال، انا ليه عايز اخد الصوره دي؟ لو ما لقيتش اجابه ما تصورش. لو لقيت اجابه كده انت عندك فكره، هتبتدي تشوفي بشكل مختلف. اوكي. يعني مثلا البورتري هات الوش الفيس، لما بتقطعي الشجره بتلاقي الايه،
الدوائر دي يقولك دي عدد السنين بتاعتها. اه سوري. مؤخرا بيقولوا ان المسافه بين الدوائر دي الخطوط دي ومدى استقامتها وتعرجها بيدل على السنين اللي عاشتها كانت صعبه ولا كانت رخيه وفيها ميه. نفس الموضوع الوش. لما تيجي تصوريه من الرينكلز والحاجات اللي في الوش تعرف تقول قصه البني ادم من الوش بتاعه. طيب انا عشان اصوره لو انا فاهم المعاني دي هتمعن في الصوره بتاعتي، مش هاخد صوره كده وخلاص، فبالتالي هتطلع صوره ليها معنى وليها قيمه، واضطر اتكلم مع الشخص اللي معايا عشان اطلع احسن حاجه في شخصيته. فمن هنا بتيجي الصور يبقى ليها معنى وليها قيمه، تبتدي الناس تفوز في جوائز او حد يشتريها عايز يحطها في بيته. انما تصوير كده وخلاص يعني لا طبعا لازم. طبعا اكيد. طب استاذ خالد يعني فيسز الايجيبشن فيسز او الوشوش المصريه غنيه وجميله ومعبره، والواحد ممكن لو ركز معاها وصورها بطريقه بروفيشنال يحصد العديد من الجوائز. الناحيه الثانيه المناظر الطبيعيه في المحميات وغير المحميات يعني حدث ولا حرج. المناطق السياحيه نفس الحكايه. عايز ارجع تاني لموضوع كورسات تنشيط السياحه عن طريق التصوير الفوتوغرافي، وعايز اتكلم برضو على نقطه ان حضرتك لما بتصور وحضرتك لو انا محبط وزهقان وخدت الكاميرا بتاعتي ونزلت الشارع مثلا شفت منظر حلو بتاعت اندمج معاه واصور وكده، هل ده بيطلعني من المود اللي انا فيه بيخليني ابقى احسن، يديني تفاؤل يديني ايجابيه؟ احنا عملنا كورسات في الهند مؤخرا كان الهدف منها ان الناس تعيد اكتشافها وتشوف حياتها بشكل مختلف باستخدام الكاميرا ذات نفسها، زي الفيزيو ارت الارت ثيرابي سوري. النهارده بيستخدموا كانوا الرسم عشان يشوفوا تحليل شخصيات الناس. بيستخدموا كمان النهارده التصوير، وعملنا ده احنا مع دكاتره متخصصين بحيث ان احنا بنعيد تاهيل الناس ونخليهم شويه يشوفوا الكون بشكل مختلف، ونعمل لينك بين ده وبين شخصياتهم. بيرجعوا ناس مختلفين تماما. فلو ده حصل بجنب شغلنا، مش عايز اقول ان احنا نسيب شغلنا، يبقى عندي هوايه في حياتي وابتدي ان انا It's all in our minds. كلها لو انت حاسس ان انت متفائل وكده هتروح وتحطم ارقام في العالم. بالظبط. لو انت حاسس ان انت مش متفائل يعني البدله بتاعتك مش هتكفيك. ايوه. تحس ان انت مخنوق. وده اعتقد برضو من اهم الفلسفه اللي الواحد يتخذها في الحياه واتكتب عنها كتير، منهم ذا سيكريت مثلا. بالظبط. طبعا. ده سيكريت اللي غير حياه ناس ده كمان كتير. بس على فكره ده سيكريت ده عندنا في القران. طبعا. اللي هو قانون الجذب. يعني ربنا بيقول انا عندي ظن العبد. صح. ما قالش عند حسن ظن. لا عند ظن العبد. عند سوء ظن. عند ظن دي معناها ان انت لو انت طلبت الخير والنجاح هيجيلك النجاح، لو طلبت الشر والمرض هيجيلك الشر والمرض. انت عارفه ان الطلب ده بيكون طلب فيزيكال يعني في تلامس. ازاي بقى؟ طيب ده هو موضوع بره شويه بس ده مهم في التصوير. معلش بس ده مفيد برضه. طيب انت عارفه ان الانسان عنده طاقه. طبعا. والطاقه دي شيء ملموس. طبعا. يعني ممكن تشوفيها كده زي ما انت شايفه صباعي او زي ما انت شايفاني، ليها تمرينات بتشوفيها. طيب الطاقه بتاعتنا دي الكون كله متصل. لو تعرفي العالم الدكتور مصطفى الكلاني ده عالم فيزيائي سوري وبيربط الدين بالفيزياء وكده، فقال ان الكون كله طبعا جزيئاته متصله، لو خلخلنا الهواء بين جزيئاته ممكن يتحط كله في حاجه زي كده، بدليل الايه بتاعت يوم نطوي السماء كطي سجل. يعني الكون ابتدى من حاجه صغيره وحصل الانشطار وهيرجع تاني للحاجه الصغيره دي. فهو كان جايب دلالته لده ان الكون كله متصل. فاذا لما تيجي انت واخده طياره وتلاقي المطبات الهوائيه ممكن تكسر الطياره كلها. طيب ايه بقى اللي هيخلينا اتصل بطاقه الكون عشان توصل للحاجه اللي انا عايزها اللي هي ممكن تكون حاجه في امريكا؟ انا لما بيحصل لي كده اقول يا لطيف يا لطيف. عقلك الباطن. عقلك الباطن هو المحرك للايه؟ للطاقه بتاعتك اللي هي متصله بكل الكون، فبتروح للنجاح وللشركه اللي انت عايزاها وتجيبها لك. ده كتاب سكرت. تمام. بس احنا يعني موضوع خلينا نرجع تاني للتصوير. انا عايز يا لطيف عايز اسال يا لطيف عايز اسال على حاجه مهمه. دلوقتي زي ما هند ما قالت الناس كلها مهتمه بالتصوير. زمان كان الواحد بيشتري كاميرا ويقعد يطلع عينه ويدور على اماكن يصور فيها عشان خاطر يقدر بالكاميرا. دلوقتي الموبايل فون كله ما فيش موبايل من غير كاميرا. طبعا. سهل جدا اي حد بالموبايل يلاقي اي لقطه تعجبه يصورها. صح الكلام؟
طيب انا عايز اعرف مساحة الابداع للصورة. طبعا في بيزكس معينة اساسيات لازم تبقى في تكوين الصورة نفسها، لكن مساحة الابداع مفتوحة لحد فين من وجهة نظر واحد مبدع وفي نفس الوقت خبير في التصوير؟ ملهاش سقف، بس لازم نفهم ان الابداع ده بيتم التعبير عنه عن طريق كاميرا مكان. اوكي، فالابداع ده كل ما يعلى لازم تعلى ايه مكانيات. مستوى الكاميرا عشان تعرف تعبر اكتر طبعا. فالناس ما بتلتفتش الحتة دي شويه، معظمهم هو الكاميرا جت خلاص. لا، لازم يبقى فيه برضو ان انا بزود من الحاجه اللي بتعبر عن ابداعي، فبالتالي ابداعك يبقى ايه يكبر، ما تحسش برتابه ومل. وممكن يكون سبب كبير قوي من الناس بتحس ان الابداع بتاعها محدود ان هم ما بيطوروش التليفون بتاعه، ما راحش اشترى مثلا، كل واحد على طاقته يعني، واخد بالك؟ بس ده سبب رئيسي. فمفيش سقف الابداع خالص. التصوير اي حاجه بتشوفها بعينك تعرف تصورها بالكاميرا. الموبايل النهارده الناس كلها بتستخدم موبايل، احنا كمان بقينا نعمل كورسات للتصوير بالموبايلات، نعلم ازاي الناس يطلعوا احسن صوره من استخدام الموبايل، ان في اوبشنز كتيره جدا جوه الكاميرا بيطلع لك صور واو. بس محدش بيعرف، الناس بتاخد الكاميرا الموبايل سوري وتصور تاك وخلاص. فبنعرف ده عشان الناس تعرف تستفيد وتستمتع بالتصوير حتى لو معهوش كاميرا. تمام. طيب حضرتك برضو نرجع مرة تانية لمساحة الإبداع، هل حضرتك من المدرسة اللي هم بيعملوا بريسات للصورة ولا بتاخدها ناتشرالي والبيئة هي اللي بتساعدك ان انت تكون شكل الصورة اللي انت عايزه؟ واعتقد ده البينالي اللي كان في لندن صح؟ ده وانا باخد الجائزة. بريسات بمعنى الإيديت يعني؟ لا مش إيديت، اعداد للشط يعني تظبيط التكوين. لازم الإضاءة لازم كواليس التصوير يعني. الشط الكويس ما بيجيش صدفة، ولو جه صدفة بنسميها يعني يجي صدفة بعد ما تعملي اللي عليك. انما لو يعني مثلا عشان اصور زي ما قال الدكتور عمرو قبلينا الطيور وفي الوقت ده في السنه، فلازم ابقى عارف انا رايح الوقت ده في السنه فين، والوقت ده في السنه في المكان ده الجو طبيعته عامله ازاي، هيحتاج مني معدات عامله ازاي، طبعا عدسات عامله ازاي، فلاتر عامله ازاي، تجهيز طبعا عشان يطلع الشط كويس وتقدري تنافسي بيه. فالتخطيط حتى في مستوى الصناعة يعني، مثلا بيجي نعمل حاجة فاشن شوت مثلا أو عروض، بنبتدي نشوف السيم والفكرة ونرسمها، وأنا برسم هتتنور إزاي وهتعمل إزاي، وبتاعة الميك اب بتيجي تحط الميك اب والألوان بتاعتها عاملة إزاي. فإحنا داخلين شايفين الموضوع وإحنا بنعمله بتطلع بقى حاجات جديدة، حاجات أكتر بقى. إنما داخلة من غير تفكير خالص لا، ده بيبقى يعني أقل، مش احتراف يعني. تمام. استاذ خالد يعني خلينا نقول احنا عندنا في مصر خبراء. ماشي استاذ دي حاتم، خليها خالد كده يا جماعه. يعني استاذ خالد خالد استاذنا يعني كده حبيبي حبيبي الله يخليك. يعني عندنا خبراء في التصوير عالميين في مصر. وعندنا مساحه ابداع ما شاء الله، الشعب المصري عبقري بحد ذاته يعني. فلما احط الابداع ده في التصوير ازاي اقدر استفيد 1 2 3 من التصوير في حاجه لبلدي، ما بين من اول ما باخد الصوره لحد ما اعمل لها ماركتنج وتوصل للاخر بره في العالم؟ بص يا استاذ حاتم اي حاجه في الدنيا، اي بلد في الدنيا، اجمل بلد في الدنيا لو رحت لها، لو عايز تطلعها حلوه هتعرف تطلعها حلوه، لو عايز تطلعها وحشه هتعرف تطلعها وحشه. فانت الاول حاجه لازم تصلح نواياك. تمام. احنا عندنا سلبيات كتيره جدا، بس ما احناش في وقت دلوقتي انتقاد، احنا في وقت عايزين يعني نفوق وعايزين نطلع بره. لو شفت هقول لك يعني مش عارف اديلك امثله بلاد مثلا انا رحتها هيجي لك صدمه ازاي، هم مصدرين احسن ما عندهم. ايوه احنا عندنا الاحسن ده كتير قوي، بس عندنا اللي مش عايزين يصدروه اكتر. فبالتالي يعني مصر كل سنتيمتر فيها راجل ليه طعم وليه لون وليه ريحه وبيفوز بره بجواز، الناس عايزه تشوف ده. بس كم واحد شافه وكم واحد كان عنده العلم راح درس عشان يتاهل لما يشوفه يطلعه بشكل كويس، وكم واحد شاف بره ممكن يخليهم يشوفوا ده بلغه يفهموها ازاي؟ هنا الكلام. جوائز الواحد بياخدها بره سواء انا او اي اصدقاء الفنانين او المصورين بتبقى حاجه من طينتنا احنا، من هويتنا احنا، بتتكلم باللغه بتاعه الناس بره عشان يفهمها، وبالتالي ايه يقدرها ويحسها.
فأنا شايف الموضوع علم، نوايا الأول ناخد شاور كده حلو، نوايا بعد كده علم، نبقى مؤهلين بعد كده دراية بالناس برة بتتكلم عاملة ازاي. أنا شايف لو ده بقى شكل عام كده بيننا في كل واحد في مجاله، مصر هتبقى فاضع تاني خالص. إن ده دوره فعال أقوى بكتير قوي من حكومة، أقوى بكتير قوي من وزارة سياحة، أقوى إن أنت شعب، إن أنت قوة، ناس عام، مزاج عام، مود عام، هيطلع على السوشيال ميديا هيوفر سنين للحكومة. يعني دي وجهة نظري الشخصية. والسوشيال ميديا دلوقتي مهمة جدا وتوصل طبعًا. يعني بكبسة زر زي ما بنقول طبعًا. يعني. والشباب النهاردة ما شاء الله يعني صحيح. على أساتذة السوشيال ميديا، بس لو ده توجه بشكل صح إن هو هيعود عليه، هيعود عليه إزاي؟ هيجي له مستثمر هيقول والله ده البلد دي عاملة إزاي، دي فيها أمان، ده فيها استقرار، هيجي وهيلاقي فرصة وظيفة. لما لو هو عمل العكس، هو فاكر إن البوست اللي بيكتبه على فيسبوك ده هو مش مضرور منه أو هو مش منتفع منه، لا، فيسبوك ده مش معمول بس ان احنا نتواصل، الناس بره بياخدوا منه statistics عشان يشوفوا يحطوا فلوسهم فين يعني طبعا. خالد بقى، ايوه خالد كنت انا بشوف انه الواحد لازم يبقى عنده عمق في التفكير في اي حاجة هو بيعملها، وده اللي بينقص فئة كبيرة من الشباب اللي عندنا في مصر، بياخدوا الحاجات بسهولة والواجهة بس بتاعتها مش ما وراها. يعني مثلا الناس اللي قاعدة على الفيسبوك بيشيروا أخبار سواء كانت بالحق أو كانت بالكذب، هو بس بيشارك، لكن انت ما فكرتش في عمق مشاركتك دي مردوده عليك انت شخصيا ايه، وعلى أسرتك وعلى مجتمعك وعلى بلدك. لو الناس أخدت دقيقة تفكر قبل ما تعمل أي حاجة أكيد أوضاع كتيرة جدا هتختلف. بالظبط، بس ده ناتج برضو احنا سبب فيه. يعني احنا والاجيال اللي فوق ما عملناش كبري او جاء او ايد مدناها لهم بحيث ان احنا نعمق تفكيرهم شوية. عندنا رموز كبيرة جدا طبعًا جدا طبعًا. بس ما كانش فيه بينهم جسور، يعني ما تمدش جسور للشباب دول عشان يشوفوا الاجيال دي بتعمل ازاي، ما تمش استيعاب او احتضان للشباب دول، فبالتالي حصل اللي حضرتك شفتيه. هو ما مش فارقه معاه الكلام ده اللي احنا بنتكلم فيه، بالنسبه له طلاسم. هو شايف ان حريته في ده نعمل اللي هو عايزه وقت بالزبط. ما هو عايز بالشكل اللي وللاسف هو عايز. مش هيبقى في عمق في تفكيره الا ما تحصل تجارب في حياته، هي دي اللي هتعلمه. تمام، فانت لازم بقى تشتغلي على ايه طبعا. المفهوم والوعي بتاعه من غير ما تقمعيه، من غير ما ويا ريت في نماذج شباب كتيره حلوه، يا ريت يبقى من جنسهم من بعض هيقبله اكتر ما تجيبه الواحد مع احترامنا يعني كبير عنده كام سنه ويقعد ينصحه هيقفل. صح طبعا يعني لازم تنزل له بفكره. بالظبط بالظبط، حد زي ناجح وبيعمل كذا هيتكلم لغته. صحيح. ما ده اللي خلى الجاب بيننا وبين الشباب ان احنا بنتكلم لغه تانية. تمام، احنا مستمتعين بالحوار جدا، وانا والله بس للاسف يعني لازم نختم الفقره، بس بجد يعني حبيبي مستمتعين واتعلمنا حاجات كتير. انا اتشرفت، ميرسي لدعوتكم، شرف لينا والله. وانا بهتم لما اجي مصر لازم تلفزيون مصري برنامجكو، بيتك ومطرحك يعني، ده تلفزيون الشعب المصري العظيم، واي حد من مصر عامل حاجه لبلده ورافع علم مصر يبقى مكانه هنا على راسه. طب لو المكان ده مميز ليه طعم غير اي تلفزيون تاني كده. حبيبي شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. هنطلع لفاصل مع حضراتكم ونرجع مره تانية ونواصل اللقاء والفقره القادمه تعدادنا مستقبلا.